ومشاهدينا، واحدة من المواضيع اللي حابين نذكرها بحلقتنا اليوم صراحة أنا أعتبرها فخر إلنا كلنا، وقصة نجاح وتحدي يعني إيش ما حكينا عنها قليل بحقها. اليوم ويانا الشاب من محافظة ديالى، انولد ببيئة صعبة جدا، حالته الصحية كانت أبدا ما تساعد ولا تناسب الوقت أو البيئة أو المجتمع وقته. ضيفنا لليوم عانى من المرض بعمر صغير، من هو وعمره 4 سنوات، وبسبب مرضه الدكتور اصلا ما قبل انه يدخل المدرسه، لكن اصراره وعزيمته قدر انه يدخل ويلتحق بالاطفال اللي بعمره. عانى من التنمر ايضا لفتره الدراسه، الكوادر كانت تحبه كلش وكان المفضل عندهم لانه كان من اذكى الطلاب هناك. طبعا قصه ضيفنا لليوم بها كلش هوايه تفاصيل اكثر، واللي يقراها راح تدمع عينه. راح نحكي اكثر، ضيفنا هو اللي راح يتحدث ويانا بشكل مفصل عن قصة نجاحه وإصراره لليوم. ويانا اليوم من ديالى راح يكون الشاب البطل المبدع سجاد. طبعا قبل لا ادخل بتفاصيل قصته وبين ما احنا نستضيفه كريستينا، طبعا اكو هواي قصص نجاح احنا دائما نحس انه احنا من يعني الحمد لله كاملين وكل شيء تمام، واذا عندنا قصه نجاح، ولكن الناس اللي القدر يعني وقف بوجههم، ما كان اكو شيء بايدهم صار، او عندهم مثلا عيب خلقي او هيك، فهذول كل شيء يتعرضون للتنمر والشغلات السيئه، ويكون النجاح يمكن هم اصعب عليهم لانه نعم. هواي ناس حواليهم تشجعهم. نعم فعلا، ولهذا مثلا انت ما تقدر، انت تعاني من هذه الاشياء، فخلص خليك بالبيت. يعني حتى صح. مثلا مدير المدرسه ما خلاه يدرس، انه هذا يعني يمكن افضل حقوق الطلاب انه هم يدرسون، هو ما خلاه يدرس. ولكن نعم. الحلو بالموضوع، خلينا نجي من عشي الايجابي، انه هو ما يستسلم ودائما يحاول ويسعى حتى يوصل للشيء اللي يريده. وهنا اكيد هو يعني لما ينجح بشيء احنا نكون يعني فخورين به، لانه نعم. لازم يكون مثل لكل الشباب اللي مثلا او البنات اللي يعانون من هذه المشاكل، انه هم ما يفقدون الامل، ودائما اكو امل الواحد يسعى، واكيد الله راح يسعى وياه ويساعده. طبعا اكيد طبعا هي قصه يعني هذا اللي لازم تتسمى قصه النجاح، يعني صحيح. فعلا لانه يتعبون كلش بين ما يوصلون لاحلامهم ويحققوها، ودائما تلقيهم انه هم يسووها باصرار اكثر، يسووها بتعب اكبر، وهمنا من يوصلون يحققون نجاح كبير. واحنا لازم دائما ندعم، ومنا راح يعني اقول لاي شخص لا تسمع الكلام احد، وحاول انك دائما تحاول وتستمر وتمشي قد ما توقع حتى توصل لاحلامك. صحيح يا شاهي. طبعا انا همنا مثلا اعرف ام عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، همنا يعني يتعرض الى التنمر، وبالمدرسه ما خلوه انه يدرس، هي تدرسه بالبيت، هي يعني تعلمه اشياء، هو يعني مبدع باشياء ثانيه همنا ما عدا الدراسه. نعم. هي تنمي هذه الموهبه بها، فحتى نعم. ضروري انه الامهات اليوم او الاباء ايضا انه هم يشجعون صح. اطفالهم اذا عندهم مشاكل أكيد. صحيه هم يشجعوهم. اكيد كل طفل اني يعني هذول اني احس انه الله اخذ من عندهم شيء، ولكن انطاهم اشياء ثانيه اعظم. أكيد. فلازم يدورون على هذه الاشياء ويحاولون انه يطوروها باطفالهم، واكيد يعني دائما التشجيع والممارسه للاشياء اللي يحبوها هم راح يتطورون ويمكن يوصلون حتى للعالميه هنا. صحيح. واكو هوايه امثله كريستي، يعني مثلا ميسي ميسي هو من الناس اللي الدكتور همينه قال له انت ما تقدر يعني لا دراسه ولا هاي، وما راح تطول اكثر من هيك، ولكن هو بهذا طوله اللي مو كلش يعني كلش هوايه قدر انه هو يحقق هذا النجاح بلعب كره القدم، وصار لاعب كره قدم قوي. كان المشكله برجله، وقال انت صحيح. مستحيل يعني لازم توقف عن هذا الشيء، ولكن هو استمر وصار يعني مبدع بهذا المجال اللي لازم ما يستعمل به رجله يعني. صحيح يا شاهي. طبعا تعرفين شنو، احنا يمكن هذه المشاكل نواجهها اكثر بالدول العربيه، يعني انه هم ما يشجعون، او مثلا انه مدير المدرسه ما خلاه يدرس، ولكن بدول الغرب والخارج هم يعني عاملوهم حالهم حال الاطفال اللي ما بهم اي ما عندهم اي مشاكل. نعم. ممكن حتى انه يكون عنده شغل بعد الدراسه، انه يدرس ويشتغل ويجي للبيت كانه هو طفل طبيعي، وحتى ما يحسسوه انه هو عنده مشكله، لانه يعني حرام انه اني احسس طفل هو عنده مشكله خلقيه هي مو بايده صارت، او حتى بايده صارت يعني، بس اني لما دا انطي له هذه المشاعر، يعني هذا الطفل ايش قد عنده اشياء بداخله انه بيتاثر بيها. يعني الواحد يسمع كلمه بسيطه باليوم وهو ما عنده اي مشكله، خلينا نقول بشكله،
هو يتاثر بيها. مثلا انا اجي اقول لك اليوم شاهي انت ما طلع حلوه، انت راح تبكين تفكرين بهذه الجمله طبعاً، ولكن انت فكري بها اذا شخص بعد يعني خلينا نقول انه عنده تشوه بوجهه واني اقول له انت مو حلو انت بشع انت لا تداوم اني اخاف من عندك، هنا أنا راح تزيد هاي المشكله اكثر وهو اللي يحسها يعني مو حلو همينه. صحيح اكيد طبعا اكو هواي قصص نجاح بصراحه لازم يعني تتصدر ولازم تطلع ولازم الناس تعرف بيها. صحيح. لانه وخاصه بالعراق يعني احنا لانه بالبيئه الصعبه بظرف صعب، ولكن فعلا احنا عندنا مبدعين يعني. البارحه ايضا بحلقتنا حكينا عن شاب حقي كان اسمه صيدلاني، ايضا هو قدر انه يكتشف خطا بكتاب يعني مشهور جدا وكتاب سنوات الصيادله كلها دا يقرون عليه، هو اكتشف الخطا وتواصل مع المؤلف يعني. صحيح. طبعا احنا عندنا مواهب يعني عندنا مبدعين هوايه وعندنا قصص نجاح هوايه، ولكن احنا لازم نسلط الضوء عليها اكثر. على مثل احنا دائما صباح دجله نحاول انه نسلط الضوء على هذه القصص ونعطيها حقها ونعطيها الشيء اللي ابسط الاشياء اللي هي تستحقها. اكيد. وهسه ويانا الشاب سجاد المبدع اللي قدر يتعدى كل المصاعب، هسه هو ويانا راح نتواصل. يسعد صباحك سجاد، اهلا بيك، نورتنا بصباح دجله سجاد. يسعد صباحك سجاد. سجاد سامعنا؟ يسعد صباحك، نورتنا، اهلا بيك. نعم نعم، وياكم وياكم سجاد، احنا كلش فخورين بيك واحنا حابين بالبدايه احنا تحكي لنا عن قصتك حتى نعرف الكريم الناس والمشاهدين اكثر وعلى قصه سجاد. هذه التضافة الجميله اللي متزامنه مع يوم المعاق العالمي اللي كان يوم امس. طبعا هو اصلا مو يوم المعاق العالمي وانما يوم المدارس اللي تتخرج من ابتساماتها الاساطيل العظام ان شاء الله. شكرا لكم. نعم نعم، احكي لنا عن قصتك، قصه نجاحك، شلون هذا الاصرار صار عندك؟ طبعا يعني بطبيعه الحال انا بالبدايه خلي اتكلم شويه عن قصتي. انا طبعا انا سجاد احمد شاكر سعدون من محافظه دياله، ولاده وسكن طبعا محافظه دياله من مدينه البرتقال. طبعا انا مواليد 1997، انولدنا بالفتره الحرجه يعني الفتره شويه كانت قويه علينا. طبعا البيئه كانت جدا غير مناسبه لنا، مناسبه لحالتنا احنا كاشخاص من ذوي اعاقه، ما كانت تتقبل فكره التعايش، ما كانت تتقبل فكره الادماج، او حد الان ايضا نعاني من فكره الادماج، بس ما كانت يعني تشوف هذا الشخص بانه راح يصير في يوم من الايام على مكان او على مستوى او حتى انه يقدر على اقل تقدير يحقق يعني يحقق انجاز او يحقق في الطموح او حتى يدخل مدرسه. بل الحمد لله انا طبعا عندي مرض اسمه مرض العظام الزجاجيه او العظام الهشه. هذا المرض، هاي العظام الزجاجيه طبعا عن فدنوب خفيفه شلون تكون هلينه مثل ما يقولون العاميه، هاي اقل وقعه واقل صدمه تنكسر. طبعا انا بعظام عندي 21 كسر مختلف الاطراف يعني اطراف الجسم، عندي 28 راس فطر، عندي الفطر طبعا مثل الكسر مشابه له ولكن يختلف بالدرجه، عندي 32 راس، عندي استكماتيزم اللي هو بالعين، عندي ضعف العصب السمعي، اي عندي فقر دم الحاد، عندي ربو متناوب، ايضا عندي كانسر قبل فتره شافيت منه يعني على قولة ابويا يعني يمازحني قالت تختمت مسلسل الامراض كلهن، ما بقيت ولا مرض ما جربته. فالحمد لله يعني اصرار وعزيمه وقدرنا نتخطى الامور يعني في حاله شلون يقولون التعايش ويا المرض، في حاله تعايش ويا الاحداث، تعايش ويا المعاناه، تعايش ويا الالم. فيعني هاي ابسط مثال عن القصه اللي عانيناها. طبعا هاي قصه شخصيه وهاي مواليده 97، وتصور يعني هالقد عايش. نعم يعني ما شاء الله عليك سجاد، انت يعني هذه قصتك مو فقط انه احنا لازم يعني كل العالم انا احس انه لازم يسمعون بهذه القصه، يعني انت رغم كل الاشياء اللي واجهتها بعدك متحدي الظروف وقدرت انه تنجح بهوايه اشياء. يعني ابسط الاشياء يعني بقى ببالي انه المدرس ومدير المدرسه ما قبل انه انت تدرس بالمدرسه، يعني ما شاء الله عليك انت قدرت تواجه وتتحدى. شلون كان عندك هذا الاصرار؟ يعني منو كان اللي دائما يشجعك ويدعمك حتى انت كنت مصر انه انت لازم توصل؟ طبعا بادئ الامر
يعني اكو امور دائما هواي اعانيها وهواي اتواجهها وهواي انسالها ايضا. يعني شلون قال لي دائما يسالون شلون قدرت تتعايش ويا هذا المرض لو غيرك ما يقدر يتعايش وياه، شلون تقدر تتغطى او تتحمل، شلون تقدر تعيش ويا هذا المرض، شلون قدرت تكمل، او منو المحفز اللي كان لك اللي بهذا المرض. طبعا اكو نقطه مهمه لازم الجميع يعرفها، لازم تتعايش ويا الجميع، مثل ما تتعايش ويا المجتمع لازم تتعايش ويا ظروفك الداخليه. هاي فكره الادماج لازم تدمجها ويا نفسك بالبدايه. بالبدايه من تعاني من ظروف الدنيا ما توقف، الاستسلام لربما هو اللي يسبب الفشل. اذا وقعت مو عيب، بس العيب انه ما تقوم وانه تبقى على نفس وقعتك. طبعا انا يعني احكي لكم اياها صراحه، من كنت طفل او كنت صغيروني يعني كنت اباوع على مرايا اباوع على نفسي، يعني انا عندي طاقه اقدر اقدم نوع ما، اقدر اقدم نوع ما من النجاح، فيعني ليش ما اقدم الاقدر علي وخلص، يعني ما يحتاج اقدم الفوق طاقتي. فالحمد لله يعني هي طاقتي صارت ما شاء الله هيك، يعني هي هذا الوضع. نعم. الحمد لله. طبعا التعايش التام ويا المرض، التعايش التام ويا الحياه هو المهم، الادماج مهم تماما ويا الحياه. طبعا الاراده والعزيمه والقوه والاصرار هي اللي تسبب لك اسباب النجاح. طبعا اهم شيء لا يهمك تروح توصل لهدفك ولا يهمك توصل لغايتك، يكفي ان تحاول فقط. المحاوله نجاح، من تحاول وتحاول وتحاول راح تكتسب خبره وراح تكتسب مجال كبير كلش بحياتك، راح تقدر تتخطى كل الخطوات اللي قدامك. ما راح تعاني، راح تعاني تعاني هوايه، تعاني هوايه خصوصا بالمرحله الاولى بالخطوه الاولى، لان هاي راح تصدم بيها بواقع يعني ما شايفه، واقع مرير، معطيات مريره ما شايفهن. ولكن مرور الزمن مجرد عبرت الخطوه الاولى هاي راح تتجاوز الخطوات كلها لان متتاليه او متسلسله. نعم. اما من قدر يعني شلون اعطاني حافز او من قدر يحفزني؟ طبعا للامانه المجتمع له دور كلش كبير والاهل لهم دور كلش كبير، وخصوصا اختي الله يرحمها يعني كانت مثل حالتي ايضا واقوى، اقوى من حالتي، كانت محفز قوي جدا الي. طبعا جماعتي ايضا يعني جماعتي اطلع وياهم مجرد بس ابتسامه وضحكه او شنو يعني. فنوبات تكتب القوه ونوبات تنطي القوه، بس اهم شيء ازرع القوه بالبدايه بداخلك، ولا تتكاسل ولا تتهاون ويا اي شيء، خصوصا ويا الابتسامه. الابتسامه قاتله والابتسامه مؤذيه، فدائما خلي ابتسامتك يعني على شفاهك، وهذا راح يكون الحافز، وهذا نعم. اهم حافز راح يكون اي قصه نجاح موجوده. نعم سجاد، طبعا كنت حابه اني هم لاحظت هذا الشيء انه رغم كل اللي مريت به انت دائما تبتسم، يمكن عكس ما الناس تتوقع انه عن الوعي، انت يمكن هسه اني اعتبرك اكثر شخص واعي بين كلنا، لانه انت شفت كل شيء صعب بالحياه. فهسه انت اكو هواي ناس ما راضين عن حياتهم وهم بكامل قواهم العقليه والجسديه وحياتهم الحمد لله ماشيه، ولكن رغم هذا ما راضين عن حياتهم. انت اكيد هسه وصلت لهذا الوعي انه انت رغم هذا كله انت راضي عن حياتك ومقتنع، ودا تشوف ناس ودا تشوف ودا تقول انت ليش ما مقتنع بحياتك؟ انا مقتنع بحياتي. فشو نصيحتك لهاي الناس اللي ما راضين عن حياتهم رغم انه كل شيء ماشي مثل ما هو؟ والله ست يعني انا للامانه يعني انا الناس ايضا الناس اللي المتكاسل او المتهامله، يعني هواي اشوف ناس يعني ما شاء الله يعني يعني ما استنقص من احد، ولكن اشوفه بكامل القوى الصحيه والقوى الجسديه، وشوف المعطيات كلها متوفرت له. يعني هسه انا ادنى شيء صحي لربما ما متوفر لي، بس الحمد لله يعني اقوى من الالاف الاف الموتى. صحيح. اللي موجودين حاليا، بس اشوفهم يعني كامل قواه الصحيه، واشوفهم متحامل ومتكاسل من اقل ظرف ومن اقل حدث، بل ربما حتى بالمدرسه ما يدخل للمدرسه. انا احكي لك موقف بالمدرسه بصوره سريعه، يعني قبل ما ادخل للمدرسه الدكتور راح اراجع طبيب، راجع الطبيب والطبيب قال لي يابا حالتك انت يعني 12 هاي عمرك 5 سنوات ونص، قال حالتك انت 12 تموت 12 سنه وتموت. هاي انا عمري 5 سنوات ونص، ف 12 سنه صار عمري حد راجع عمرك الثانيه، تشوف حالتي، دا اكشف عن حالتي، فشوف المفارقه العجيبه اللي صارت. رحت عمري صار 12 سنه ونص، رحت لقيتها هو ميت وانا عايش موجود.
نعم. يعني هاي شوف هاي المفارقة العظيمة الأمر الإله العظيم، يعني ما أعرف ليش الشباب يتكاسل حاليا وليش يتهامل، ولربما أنا ما أوجههم إيه ما أنتقدهم، لأن لربما هذا ما أعرف شلون يزرع القوة بداخله، ما أعرف شلون يطلع القوة بداخله، ما أعرف شلون يعكس صورة الإرادة وصورة التحمل. طبعا الصبر لازم يحتاج إلى أمل، إذا ماكو أمل ماكو صبر، وإذا ماكو صبر ماكو أمل. أي واحد ينفقد أي شرط ينفقد من هذين الشرطين فهو في الشرط الآخر اللي باقي هو زائد لانتفاء الحاجة، مجرد ضيعان ضيع وقت. لازم يكون عندك أمل ولازم يكون عندك صبر، اثنيناتهم متلاصقات ومتساويات. صحيح. سجاد، برغم مرضك أيضا أنت شاركت بحملات تطوعية وتبرعات، احكي لنا أكثر عن هذه المشاركات اللي أنت قمت بها. ما سمعت السؤال، إذا ممكن تعيدي. كنت أقول أنه برغم مرضك أنت قدرت أنه أنت تشارك بحملات تطوعية وتبرعات، احكي لنا أكثر عن هذه الحملات اللي أنت قمت بها. طبعاً هو أني طبعاً شوف أني بمجال عملي، يعني مجال عملي الموجود حالياً سواء بالمحافظة أو خارج المحافظة، أيضاً عندي نوع من مجال العمل. أنا عندي حملة، عندي حملة تطوعية احكيت عليها، هاي اللي طريفة أهمياً، طريفة وإنسانية. عندي حملة تطوعية صارت في 2020 اللي قدتها أنا مفرد وحدي، أنا ما أطلع نوبات الحملات التطوعية، أطلع وحدي، أنا نقودها يعني بشكل فردي وبشكل شخصي. فطلعت بسنة 2020 بكورونا، أبان فترة كورونا، أوزع سلات غذائية عوائل متعففة. فتعانت السلطة المجتمعية بديالة، عندهم بكام شايف البكام النسان، فدعت عاد بيها سيارة عالية. صعدت بيها، أنا أول ما صعدت بيها أنا عندي خبرة، تعرفين أنا عندي 21 كسر مو من البارحة. نعم. فصعدت بالسيارة وقعت، يعني ما وقعت للأرض، وإنما إيدي فلتت من الجانب، طقت إيدي. ما طقت حسيت بها مكسورة، قلت لهم إيدي انكسرت، هو كان ضابط أيضا، وكانوا محترمين، ناس محترمين. قلت لهم إيدي مكسورة. قالوا لي نوديك للمستشفى، قلت لهم لا، شلون نودينا المستشفى؟ خلينا نكمل الواجب الإنساني ونتوكل الله كريم. سالنا خمسة، وشايفة الطرق مالتنا ما شاء الله يعني بالعراق زبد، وما تحسين بيهن، مرمر، يمشين على مرمر. فهاي الطريق وانا قاعد ابني سان بيكم قديم، ورحت الخمس مناطق موجودة بجالة افتريتها دا اوزع سلات غذائية، وهاي السيارة بالطسات وهيج، وحتى فرقعت العظم عظم عن عظم، وانا دا افتح هاي ايدي مكسورة يعني، وعالم تجيني يعني اخابرهم بايدي الثانية، اخابر العالم حتى انطيهم السلات الغذائية مالتهم. ولا ما خلصت خمس سلات قلت لهم هاي ما هالسيارة ذبوني بالمستشفى. يعني يا سجاد، يعني صراحة ما أعرف شنو الكلام اللي يوصفك، يعني ما شاء الله عليك، الله يحرسك ويحميك، يعني يعني الشيء اللي بداخلك وقلبك الطيب والحباب واللي تحب إنه تساعد الناس، يعني هذا الشيء ما أعرف الواحد ما يقدر لا يقدره ولا إنه يوصفه بكلمات، إنه توفي حقك. سامع لك حتى نفسيتك تتعدل. طبعا النفسيه هي نص النجاح اعتبرها، المجال نص النجاح ايضا اعتبره. فهاي كانت واحده من الحملات يعني، وكذلك عندي حملات لذوي الاعاقه وما الى ذلك، لان حكما العمل يعني كممثل لشريحه ذوي الاعاقه وكمستشار للسيد المحافظ بدياله لشؤون ذوي الهمم او شؤون ذوي الاعاقه يعني، وصاحب قضيه، يكفي ان اكون صاحب قضيه، الثاني نعرف بقضيته، اذا ما عندك قضيه هذا ما عنده حتى مبدا. نعم. سجاد، احكي لنا شنو رسالتك لكل شاب، يعني انت شنو اللي حابب توصلها لكل شاب، شنو رسالتك بكل هاي الصعوبات اللي انت تعديتها؟ وعندي شيء واحد في هدف واحد وغايه واحده اريد اوصل له، ما اريد غيري يعاني مثل ما عانيت. يعني انا يعني لربما بكره او بعد بكره او لربما من بعد سنه سنتين يعني يعني ان شاء الله نتوفق ونتزوج ويصير عندنا اطفال او اصدقائي يصير عندهم اطفال او اشوف اطفال بالشارع او زملائي او شيء، ما اريدهم يعيشون طفولتي، ما اريدهم يعيشون شبابي، ما اريدهم يعيشون مع مراهقتي، ما اريدهم يعيشون لربما كهولتي القادمه ايضا يعني في ظل هذا الحرمان، في ظل هذا الالم، في ظل هاي المعاناه. اي ما اريد اعيشهم هيك، ما اريد اشوفهم يتعانون قدامي هيك. لذلك دائما احاول بان اجمل الصوره وارفع حافز واوصل هاي الرساله حتى بدي احكيها، اوصلها للجميع حتى هاي القوه تنزرع داخل كل بشر. وطبعا بالنسبه للاعمال يعني هي غايتي من الاعمال، ما اريد البقيه يعيشون الالم اللي عايشه اني، يعني البقيه نوبات خلي يقول لك طق طق، هو الصحيح يتعفف،
احنا شلون احنا بهيك اساد ودنعان والم ودراسه وضغط ويعني وما الى ذلك من المعاناه، فما اريد البقيه يعانون مثل ما انا اعاني، الحمد لله، يعني ما دام مستمر بطريقي ان شاء الله احقق اللي اصب علي وان شاء الله اوصل رسالتي للجميع وان شاء الله يعني ما اخلي ان شاء الله ان شاء الله رسالتك توصل والشيء اللي تطمح له ايضا تحققه. شكرا لك سجاد، نورتنا، كنا فرحانين جدا بوجودك ويانا اليوم صباح دجله، وان شاء الله راح تحقق كل طموحك. شكرا.